لماذا يرفض العديد من الناس فكرة يسوع كابن الله؟ ليه بيرفضوا هذه الفكرة من أساسها؟ كيف فهم اليهود فكرة ابن الله في أيام المسيح؟ ما هي الصعوبة لفهم هذه الحقيقة بنوة المسيح؟ ثم ما هي البركات التي نحصل أو نجنيها من خلال إيماننا بيسوع ابن الله؟ أنا بدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة المهمة اللي رح نلقي فيها الضوء على هذا الموضوع المهم، يسوع ابن الله، ونشوف ليه إنه كتير من الناس عم ترفض هذه الفكرة، شو الأبعاد اللي وراء هالفكرة وليه الرفض، هل لسبب معين أم عن جهل أم مقصودة؟ رح نعالج هذا الأمر بعد قليل. وأيضا في هذه الحلقة رح نشوف إنه ابن الله فيها بركات كتيرة رح نجنيها ورح نحصدها من خلال هذا الإيمان. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.